احنا عايزين نسألك سؤال مهم جدا يا غلام، بما انك متابع جيد اكيد للنادي الاهلي في المباريات الاخيره وعلى مدار فترات طويله، والمباراه كمان اللي جايه مباراه الزمالك. في وجهه نظرك ومن خلال متابعتك، ايه هي ابرز العناصر اللي بتغيب عن النادي الاهلي وانت شايف ان ده عامل ايجابي بالنسبه لفريق صن داونز؟ وايه هي ابرز العناصر الموجوده في الفرقه المتاحه بالنسبه لمستر بيتس وموسيماني في مباراتي صن داونز باذن الله، سواء الغيابات او اللاعبين الجاهزين ان شاء الله؟ والسؤال حوله لخالد برضه. اعتقد ان الشيء الهام والنقطة المهمة ان الاهلي لديه اصابات اصابات كثيرة، لهذا قد يجعل المنافسة صعبة وربما هناك مشاكل ايضا في هذا الاطار، وربما يواجه المدرب مشاكل في هذا الاطار في عودة اللاعبين المصابين وكيفية وضعهم وكيفية استخدامهم في الملعب. ولكن لا استطيع ان اقول لكم ما الذي يجب ان يفعله الأهلي، لأني لست ضمن صفوف الأهلي وليس لدي أن أقول كيف لهم أن يلعبوا أو كيف يحددوا مواقع اللعيبة، ولكن ليس لدي ما أقوله. طيب خالد، بص الضحكة باينة من الأول، أبرز لاعبي النادي الأهلي من وجهة نظرك واللي هم بيرجحوا كفة النادي الأهلي في مختلف المباريات وممكن بإذن الله تعالى يرجحوا كفة النادي الأهلي في مباريات صن داونز، مين هم؟ وكمان الغيابات، شايف مين اللي ممكن يكون بيأثر على النادي الأهلي غيابه؟ أولا طبعا نوجه التحية لعلي معلول يفضل كده شوية، لا إن شاء الله يرجع بألف سلامة، فأقرب اصبر ما تستعجلش في مفاجأة. وأجاييه كمل، خليك اتمرن كويس ويرجع بعد المباراه. طبعا النادي الاهلي كله نجوم، انا لو هنتكلم على ابرز الغيابات هو معلول واجاييه. الاهلي كله نجوم، الاهلي بيتكلم قفشه، حسين، كهربا، مش عايز ننسى حد، شناوي، ايمن اشرف، لا لعيبه كلها نجوم. انت زي ما قلت لك اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتعرف امتى تكسب، بتعرف امتى تقف، بتعرف امتى لما الجمهور يكون عايزها بتقف. يعني فرقة تهابها. اوكي، فرقة تهابها زي ما قلت لك، وفي نفس الوقت انت اليوم بتاعك هتكون عامل ازاي في الملعب، حالة اللعيبة في اليوم ده، حالة اللعيبة في الملعب. ما تقدرش زي ما قلت لك، مباراة دلوقتي بقت ديربي، طبعا ديربي بين الشمال والجنوب، طبعا. فرقتين عارفين بعض كويس جدا جدا. اللي زايد من صعوبة المباراة الاثنين هيد كوتش، عارفين بعض كويس جدا، اشتغلوا مع بعض، حافظين بعض، انتوا توقعوا زي ما تتوقعوا، الدنيا خارج التوقعات. اكيد من ناحيتين، طيب. الدنيا خارج التوقعات. بمناسبة